حديث الذي يرويه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار، واحد في الجنة. 72 في النار، واحدة في الجنة. ألا وهي مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل الديمقراطية بهذا الزمان أو الأحزاب اللي صارت في بلدنا بتضم هذه الحديث، يعني مش منها يكون من الفرقة هاي فرق 72؟ لا، وإن كانت هي طبعا ليس إسلامية. لكن المقصود بالفرقة أو الفرق المختلفة في الدين، والديمقراطية والشيوعية وإلى آخره، هذه ليست فرق دينية، هذه فرق لا فرق علمية، شو بسموها، علمانية. فهذه خارج عن دائرة الإسلام. ما تقول خير، شو مالك مؤمن بالآخرة؟ هذا الحديث نسيته، وضح لك الجواب. طبعا هذا الإنسان اللي يكون على الفطرة، يكون على الفطرة من أولادنا مثلا، نقول إحنا الحمد لله بفضل الله ثم فضل الشروات صحينا، صار عندنا وعي ديني انه هي طريق، هي النجاة ان شاء الله، يكون النجاة احنا اياك. اما محتمل يجي اولادنا مثلا، يجي يكون عندنا احزاب من الاردن، حزب مثلا القومية العربية وكذا، يفكر ان هذا الطريق المستقيم مثلا. منين بيفكر؟ كمان من الدعوة اللي بدعوها له. خرجت المسألة، متأسف اذا ما كنت في صدده. الله قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائه، فالكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن هل نقول عن كفار أنها فرقة من الفرق 73؟ جواب لا. السلام عليكم.